جائزة أفضل ممثل صاعد. يقدم الجائزة الفنان خالد أنور والفنانة ميان السيد. يا خالد، يا خالد، يا أنور، يا خالد، التأخير ده كله معلش يا ميان، حصل لي ظرف. بس واحنا جايين النهارده نعمل ايه؟ جايين نقدم جايزة أفضل ممثل صاعد. ده اللي هو أنا يعني؟ لا، اللي هو أنا يعني. ازاي يا بنتي؟ أفضل ممثل صاعد، ممثل. أيوة أنا. ازاي في يا خالد؟ مساء الخير. مساء الخير. احنا جايين النهارده نقدم جايزة أفضل ممثل صاعد. مش مشكلة عادي. بس فعلا أنا مصدقة إن في جيل بيسلم جيل، بيسلموا راية الفن والدراما، وأنا حابة أتكلم بنيابة عن جيلنا إننا فعلا محظوظين إننا شفنا وعصرنا فنانين وفنانات كتير بقوا قدوة لينا ومثل أعلى بنتعلم وهنفضل نتعلم منه. الفترة الأخيرة وجوه جديدة شابة وصاعدة في مصر والوطن العربي بدأت تنور وتظهر موهبتها. وعلى حسب كلام لجنة التحكيم، اللي كسب الجائزة السنة دي كان عنده حضور عالي، أداء تلقائي، خفة ظل دون افتعال أو مبالغات. استحق جائزة لجنة التحكيم بالإجماع كأفضل ممثل صاعد في دراما رمضان هذا العام. استنى بقى. استنى. واحد، اثنين، ثلاثة. نور النبوي. جدا جدا ان انا موجود وسط كبار الشغلانه النهارده، ومتشرف ان هم معتبرني واحد منهم، وعايز اشكر وهدي الجائزه دي لثلاثه. اولا استاذ تامر مرتضى واستاذ مصطفى العوضي اروما ستوديوز، استاذ محمد سلامه صاحبي وحبيبي مخرج العمل، واستاذ خالد النبوي على كل حاجه. انا متشكر.